هناك حرص على إبلاغ الرأي العام بالمستجدات في حينها. نعطيها مثال بسيط، وهو هذا الأسبوع كان اللقاء الذي جمع السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع سفير جمهورية الجزائر بداية هذا الأسبوع الاثنين الماضي قبل 4 أيام، وعلى إثره صدر بلاغ مفصل حدد بدقة الإطار الذي يحكم السياسة الخارجية لبلدنا في هذه المرحلة إزاء العلاقة مع الجزائر والاتحاد المغربي. هنا يمكن نشير لثلاثة ديال الأمور الأساسية. أولا، أن المبادرة الملكية بإحداث آلية سياسية مشتركة مع الجزائر للحوار والتشاور، عبرنا عن الأسف عن كون هذه المبادرة لم تلقى الرد المأمول إلى حينه، خاصة وأن هذا الأمر كان يطرح أيضا من قبل الجزائر. ورغم تعبيرنا عن الأسف إذا هذه القضية، فإن المغرب أكد على أنه سيبقى منفتحا ومتفائلا إزاء المستقبل. بمعنى احنا ما استيناش الباب، بالعكس احنا منفتحون ومتفائلون إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة وأن الصيغ الأخرى إطار إقليمي وجود وسطاء لم تثمر نتائج إيجابية. المسألة الثانية، وهي أنه من حيث المبدأ وكما جاء في البلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي، وحددنا بعض الأمور، ولكن من حيث المبدأ عبرنا على هذا الموقف. والمسألة الثالثة، والتي كانت أيضا جرى التأكيد عليها وتتعلق بكون ألف المغرب متشبت بضرورة إرساء بناء مغاربي على أسس سليمة وصلبة، باء تجديد طلب للسلطات الجزائرية لتعلن رسميا عن الرد على المبادرة الملكية المتعلقة بإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور. إذن هذه 3 نقاط من البيان يعني باغي أن نقف عليها، وكتشكل بالنسبة لنا الإطار الذي يحكم هذا الموضوع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.